المخرج مات ريفيز يعود بجزء ثاني من فيلم كوكب القرود، اختار له عنوان فجر كوكب القرود. في هذا الجزء الجديد يقود سيزر مجموعة من القرود المتطورين وراثيا في معركة ضد مجموعة من البشر الناجين من فيروس خطير قضى على الملايين من بني جلدتهم. الفيلم قدم عرضه العالمي الأول في سان فرانسيسكو. صناعه استخدموا كعادتهم مؤثرات بصرية مذهلة لإخراج القرود بهذا الشكل المتقن والواقعي، غير أن مبدعه يرى أن الفيلم يبعث أيضاً برسالة عميقة. تعلمون، أعتقد أن هناك تشابهاً بين مشاكل القرود والبشر، فكلاهما يتصارع مع الطبيعة الخاصة به، وكلاهما يتصارع مع جانبه الحيواني والعنيف، غير أن جزءاً منهم قادر على التعاطف والتواصل مع الآخرين، وهذا هو واقع الإنسان. كوكبة من نجوم الفيلم كانت حاضرة خلال عرضه في سان فرانسيسكو، مثل جاري أولدمان وإندي سيركيس في دور القر سيزر. الفيلم يدور حول التعاطف ومحاولة فهم الآخر. سيزر زعيم القرود هو عنصر دخيل على عالمين مختلفين، وضعه هذا جعله يحاول تجنب الصراع. أعتقد أنه فيلم مناسب لعصرنا، لأنه يدعو للابتعاد عن أي شكل من أشكال التطرف. أعتقد أنه من الرائع المشاركة في فيلم لا نكون فيه مجرد روبوتات قتال أو ديناصورات. فجر كوكب القرود يعرض في قاعة السينما الأمريكية بداية من 11 من يوليو. مات ريفيز يستعد حاليا لإخراج الجزء الثالث والأخير من رائعته كوكب القرود.